يا أخي حسين فنان مو عادي. أنت مستوعب إنه هو يعني في عزف البيانو أنت عندك يدين وكل يد بتسوي شيء. كمان رجله كمان يفصل أحيانًا. يا شيخ أنا في مرة حاولت أتعلم، أنا يا دوب أسوي كذا عارف، يا دوب هو تين واحدة هنا مرة. لا فنان صراحة، حسيت في مشاعر وفي أحاسيس كذا لمسني كثير، حسيت كمان في من روحه في العزف. وتذكرت قصة عزفي مع الكمان. وانت تعلمت كمان؟ اوكي. بعد ما تخرجت من الجامعه. هذا صح اللي كذا. اوكي طيب، عشان تعرف ثقافتي الموسيقيه. طيب كمل. ايوه اسلم. فبعد ما تخرجت من الجامعه توظفت في منطقه نائيه، فما كان في هناك مسارح، ما كان في ايفنتات، ما اقدر يعني امارس الجانب الفني اللي فيه. فانقطعت وانعزلت عن الجانب هذا كثير، فجلس اجلس جلسات تامل مع نفسي واقول هل هذا الشيء اللي انت تبغى توصل له؟ على ايش موضوع الفن؟ انه لازم اكمل جانب الفن. بس كان حياتي روتين يعني، تخيل دوام، نوم، اكل، صلاه. بس يعني ما في شيء ثاني. ف رحت اخذت اله كمان وجلست في البيت اتدرب. تعرف يعني لما تدرب بالبدايه عشان توزن القوس على الوتر، اصوات اللي تطلع طبعا تمارين فالشباب كانوا، كنت ساكن مع شباب حلوين الله يعطيهم العافيه، ماتوا كانوا يطقطقوا يقولوا اوه هذه معزوفه، شو اسمه سموها، معزوفه صوت الباب. اوكي مع قفله الباب. طيب فالشيء ذا كسرني كذا من برا، بس من داخلي قلت لازم انا اسوي شيء. صح. لازم انا اتعلم الشيء هذا. فكان عندي في الويكندات بس عندي في الشهر ويكندين بس إجازة، الويكندين الثاني كنت أداوم في المستشفى. ففي واحدة من الويكندات هذه كنت أطلع لين جدة عشان أخذ كلاس خصوصي، وتعلمت يعني تعلمت البيزكس في الكمان. والله جميل يا أخي، الله يوفقك. أنا بغالي برضو أتعلم آلة موسيقية من الأيام يعني، بس من غير حركات يد تومتش. حب حب حسير نفسك تحس أنك بروفيشنال فيها. طبعا طبيعي في البدايه تحس انه صعبه وفي اشياء كثيره تبغى تسويها في وقت واحد، بس مع الايام تحس انك قاعد تتعود وتمشي بشكل كبير ان شاء الله. نتمنى، ويعني يمكن انا ما كملت، يمكن انت ما كملت، انا يمكن اصابعي ما تسمع، الابتعاث برضو فصلني بالضبط يعني ما قدرنا. لكن في سعوديين كثار الان من الجيل الصاعد بيتعلموا ساكسفون، بيتعلموا بيانو، بيتعلموا كل الالات الموسيقيه الجديده، وبيبدعوا مره في المجال. ولا انت ايش رايك؟ فعلا انا في جازان عندي يعني في منطقتي، فيك يعني احنا نحب الموسيقى بشكل عام. وفي عازفين في الات كثيره، من الدرمز الى الاشياء الشرقيه، وفي اشياء خاصه فينا في الكلور خاص في جازان يعني جدا تستمتع فيه اذا جيت. والله على مستوى يعني شغل مشارك في مهرجانات عالميه في الكلور في جازان. والله الله يوفق شباب جازان صراحه، يعني تستاهلوا، عندكم مواهب كبيره من كلامك يعني. ودحين مع المواسم اللي بتصير في السعودية، سواء في جدة، في الدمام، في الرياض، حتى في الطائف، اللي بتصير في كل أنحاء المملكة، حيطلعوا دول الشباب اللي احنا ما كنا نعرف عنهم. صح. أمثال حسين وغيره حتبان مواهبهم، وحيطلعوا وحيعزفوا على كافة الآلات الموسيقية.